مساء الخير على زوار في الجول دوت كوم. اكيد اغلبنا اتفرج على مباراه مانشستر يونايتد وليفربول والتعثر الاول لليفربول في الدوري الانجليزي بالتعادل في اولد ترافورد 1-1 وبصعوبه جدا مع مانشستر يونايتد اللي مش في احسن حالاته. هكون معاكم امير عبد الحليم واحمد فوزي العريان علشان نتكلم شويه عن الماتش ده، وهنستنى اسئلتكم على الفيديو علشان نقراها معاكم على اللايف ونحاول نجاوب عليها. خليني في الاول اسال فوزي، فوزي ازاي شفت الماتش؟ انا عارف ان انت مشجع ليفربول، فازاي شفت الماتش وكنت متوقع ده يحصل ولا لا؟ انا كنت متوقع الاول، اهلا بيكم كلكم، انا كنت متوقع ان ما اسوأ من كده كمان، يعني ماتشات ليفربول في اولد ترافورد بتكون مختلفه تماما ايا كانت بقى حاله الفريقين موقفهم في الجدول. ليفربول في اولد ترافورد بتبقى زياره صعبه جدا على ليفربول، الشحن الجماهيري وشحن اللاعبين بيحاولوا ان هم يؤدوا افضل ما لديهم مع كمان الضغط النفسي، وده اهم حتى من شحن اللاعبين، الضغط النفسي اللي بيبقى على ليفربول عقده ان هو ما بنكسبش في الملعب ده، كلها امور بتؤثر على ليفربول في مباراه مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. واعتقد ان الخروج بنقطه من اولد ترافورد هو افضل التعثرات الممكنه، التعثر ان انت تخرج متعادل وتوقف سلسله الانتصارات افضل كتير من ان انت تخرج خسران وتفقد النقاط الثلاث كامله. فاعتقد ان النتيجه مرضيه لليفربول وبالتاكيد كمان مرضيه لمانشستر يونايتد واولي جونر سولشاير اللي بيؤجل اقالته لايام مقبله لعل وعسى النتائج تتحسن فيستمر في المنصب ده لايام اطول. يعني طيب يعني برضو ليفربول في احسن حالاته، يعني حتى في غياب صلاح برضو ليفربول متصدر الدوري الانجليزي ماشي كويس في دوري الابطال، عكس مانشستر يونايتد اللي مش في احسن حالاته وكان داخل الماتش يعني وهو على بعد نقط قليله جدا من مراكز الهبوط. محدش برضو تخيل يعني ان ممكن الماتش يبقى سيره بالشكل ده، لان مانشستر يونايتد الحقيقه عمل ماتش كبير، يعني هو الأخطر. جيمس كان 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 مبهدل دفاع مانشستر يونايتد، دانيال جيمس وراتشفورد كان عامل ماتش كبير لحد ما خرج، وحتى كمان ليفربول ما تعادلش غير بعد خروج راشفورد. وبصراحه يعني ليفربول ملوش فرص خطيره، يعني ما بعد الجون التعادل كان في كوره ممكن يسجل منها هدف الفوز، لكن في النهايه مش ليفربول اللي جاي ينافس على الدوري الانجليزي او هو اوريدي متصدر الدوري الانجليزي. ايه السبب يعني بعيدا بقى عن الضغوط النفسيه وبتاع، خلينا نتكلم عن الحاجات الفنيه، ايه السبب النهارده في رايك؟ بص هما السببين، السبب مش بعيد عن النفسيه عشان هو ده فعلا واقع، ان انت كل مره في ايا كانت حالتك كليفربول بتزور مانشستر يونايتد بتحط في دماغك ان انت ماتش مش سهل وان انت الاغلب ان انت مش هتكسب، ده بيأثر عليك فنيا. يعني هو الكلام النفسي ده بيؤثر عليهم نفسيا. هقول لك انا مثلا يورجن كلوب لما كان بيتكلم عن عودته قدام برشلونه التاريخيه السنه اللي فاتت قال لك انا يعني كان عندي امل ان احنا هنعرف نرجع علشان انا عارف لعبتي كويس قوي، انا داخل ما عنديش اي ضغوط، ان احنا خلاص لو كده لو هنخرج فاحنا نخرج باحسن صوره ممكنه. فبالتالي لا طبعا العامل النفسي ده بيؤثر جدا، كونك متصدر للدوري، كونك ان انت ما فقدتش ولا نقطه قبل الماتش مفترض ان هو يخلي ليفربول معنوياته في السماء، ولكن اللي بيحصل ان انت وانت رايح اولد ترافورد بتبقى حاطط في دماغك ان انت على الاغلب هتفقد على الاقل نقطتين، فده اللي بيؤثر. لكن فنيا بقى كمان غياب صلاح طبعا، رغم ان صلاح ده على فكره برضو سؤال من ماهر عبد الله بيقول غياب صلاح غياب الانتصار مش يعني لو المنافس حد تاني غير مانشستر يونايتد كان ممكن يغيب صلاح ولا يغيب الانتصار، وفي وجود صلاح ده الاهم ان كان ممكن جدا كمان الاقرب بالنسبه لي ان المباراه هتخلص اما تعادل او فوز مانشستر يونايتد. صلاح مؤثر جدا، حل هجومي قوي جدا، رغم ان احنا عارفين ان هو محمد صلاح قدام مانشستر يونايتد غالبا بيظهر بشكل غير جيد، ده اللي اتعودنا عليه في المباريات اللي فاتت. صلاح فريقين بس في انجلترا ما سجلش في مرماهم، مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي، فهو حتى لو مش بيسجل ولكن لا وجود صلاح بيفرق، على الاقل على الاقل بيكون بيشغل الباك الشمال ان هو بيبقى خلاص هو مباراته ان هو يوقف صلاح، فبيتيح الفرصه للزملاء. طيب بص انا هقول لك رايي بقى في الموضوع ده. ماشي بس استنى اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان هو حتى في غياب صلاح لو كان يورجن كلوب بدا باوكس تشامبرلين على الناحيه اليمين من الاول كان ده هيفرق جدا، انما انك تبدا بديفوك اوريجي على الناحيه اليمين على غير عدلته فانت قتلت الناحيه دي تماما. اوريجي يا اما مكان ساديو ماني او مكان روبرتو فيرمينو، لكن على اليمين انت كده قتلت الناحيه دي تماما واديتها مفتاح لمانشستر يونايتد ان هو كمان يهاجمك منها. فهو ده بالنسبه لي التغيير الفني اللي حصل. هو الحقيقه كمان في نقطه مهمه جدا ان مانشستر يونايتد النهارده كان بيلعب بثلاثه ورا، ثلاث مدافعين،
وصلاح وماني وفيرمينو الحقيقة غياب واحد فيهم بيقتل تماما خطة ليفربول. يعني النهاردة شفنا أوريجي بيلعب مكان صلاح، لكن المشكلة كانت فيه ان صلاح لما بيلعب بيبقى فيه لا مركزية ما بين التلاتة دول. عادي جدا صلاح يبقى هو موجود في منطقة الجزاء وفيرمينو هو اللي على الطرف وبيصنع له وصلاح بيسجل، او ماني هو اللي موجود وصلاح وفيرمينو بيصنعوا له وبيسجل. لكن في وجود اوريجي ما شفناش اوريجي كتير جوه منطقه الجزاء، ما كانش بيعمل اللامركزيه اللي كان بيقدمها صلاح بفضل سرعته. صحيح ان اشلي يونج كان عامل ماتش كبير على صلاح الموسم اللي فات ومنعه من التسجيل، لكن وجود صلاح في حد ذاته بيسحب معاه الفرقه دايما لقدام، مش بيبقى اشلي يونج بس هو اللي بيبقى متولي رقابه صلاح. النهارده علشان يورجن كلوب يحل المشكله بتاعه اوريجو والمشكله بتاعه غياب صلاح، لما نزل تشامبرلين كمان رمى هندرسون على الناحيه اليمين، وهنا كانت حاجه غريبه جدا ان فضل ليفربول ميت تماما في الناحيه دي لحد ما خرج هندرسون نازل ادم لالانا. فالتعويض نفسه انا رايي ان طريقه تعويض غياب صلاح نفسها ما كانتش بالطريقه الامثل. وهنا بينقلنا لسؤال اغلب الناس بتتكلم عليه، فين شاكيري؟ يعني شاكيري السنه اللي فاتت ضد مانشستر يونايتد هو اللي ادى الفوز 3-1 والفوز اللي كان سبب بعد كده في رحيل جوزيه مورينيو. السنه دي فين شاكيري؟ ليه شاكيري ما بيلعبش كتير؟ وليه شاكيري مش بديل صلاح؟ يعني خلينا نقول ان منطقي ان لو ليفربول عايز ينافس على الدوري الانجليزي، طبعا احنا مش عايزين صلاح يغيب خالص، بس فلنفترض يعني غياب صلاح، مين اللي هيعوض غياب صلاح علشان يعمل نفس الدور اللي بيعمله صلاح، مش مجرد بس اسم موجود في الملعب كجناح يمين؟ اولا النهارده طبعا شاكيري مصاب زي ما انت عارف، عشان كده ما كانش موجود بالزبط. ولكن السؤال بقى، حتى لو شاكيري كان مش مصاب وكان موجود النهارده، هل كان هيقدر يعوض صلاح؟ ما اعتقدش ان لاعب بعيد تماما عن المشاركه بقاله فتره طويله كان هيقدر ان هو ينزل ويعمل الفرق. فهو ده النقطه اللي انت بتتكلم عنها تحديدا، ان شاكيري فعلا بحس ان يورجن كلوب بيقتله من نهايه الموسم الماضي ومن بدايه من الموسم الحالي. لا، شاكيري كان في اوقات كتير يستحق ان هو يلعب بشكل اكتر، ولكن يورجن كلوب كان بيفضل ان هو يدي دقائق للعيبه تانية مش هيعتمد عليها او مش هيقدموا له الدور بتاع صلاح. فاعتقد شاكيري لا، محتاج ان هو ياخد كل ما يكون في فرصه لاراحه صلاح او لان هو لغيابه تماما، لازم يكون شاكيري هو اللي موجود عشان دايما تبقى رجله في الملعب، عشان زي ما انت بتقول مفيش لاعب بيقدر يلعب الموسم كامل من غير غيابات. وده الفرق ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، يعني ليفربول دايما ما عندوش الدكه بتاعت مانشستر سيتي، وده اللي بيخلي دايما مانشستر سيتي نفسه طويل. يعني السنه اللي فاتت ليفربول كان متصدر الدوري الانجليزي، لكن من على بعد 7 نقط مانشستر سيتي رجع وعمل بقى الكومباك اللي في الاخر خالص خليته ياخد الدوري. انا بشوف ان دايما مشكلتها ان الدكه بتاعت ليفربول مختلفه تماما عن دكه مانشستر سيتي. انت النهارده بتتفرج على ماتش مانشستر سيتي بتلاقي اجويرو بيلعب الماتش اللي بعده، خيسوس بيلعب الماتش اللي بعده، دي بروين بيبتدي، برناردو سيرفا هو اللي بيبتدي، ديفيد سيلفا بيبتدي، دايما في روتيشن. بس في وسط الروتيشن ده طريقه لعب الفرقه نفسها ما مش بتتغير. النهارده مع غياب صلاح طريقه لعب الفرقه اتغيرت. يعني كان في فشل في ان يبقى اللي بيلعب على الجنب اليمين ده هو اللي بيدخل جوه منطقه الجزاء زي ما صلاح ما بيعمل، اللي بيلعب على الجنب اليمين ده هو اللي بينقل الفرقه لقدام زي ما صلاح ما بيعمل. ده برضو بيخلينا نسال سؤال تاني، هل صلاح مع ليفربول تحول تاثيره زي تاثير ميسي؟ طبعا مش بنقول ان صلاح زي ميسي، يعني في اكيد فرق، يعني بس صلاح دلوقتي من اهم لعيبه العالم طبعا. بس هل غياب صلاح عن ليفربول بيدي تاثير سلبي كبير زي غياب ميسي عن 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 برشلونه لما بيدي تاثير سلبي؟ هقول لك لا، بس مش علشان صلاح زي مش زي ميسي، ولا علشان فارق قدرات. لا، هو حاليا صلاح مهم فعلا جدا لليفربول، ولكن برشلونه تحديدا مع يعني عنده اسماء كبيره جدا، ولكن في وجود فالفيردي ما بيعرفش يوجد الحلول اللي هي في غياب ميسي بتحصل، عشان كده فعلا برشلونه بيتضرر جدا في غياب ليونيل ميسي. لكن ليفربول لو كان زي ما قلت لك المنافس حد تاني غير مانشستر يونايتد، كان ممكن تلاقي الفريق مختلف، كان ممكن تلاقي ليفربول. طب ما ليفربول من غير صلاح كسب برشلونه 4-0 بالظبط. طيب هو ده برضو حاجه، يعني هو ده اللي بقول لك عليه، برشلونه قال لي فنيا من لا عشان الموضوع مش النهارده، لو كان يعني الجول دخل ازاي، هل تحول الخطط اللي يورجن كلوب عمله هو اللي انتج عن هدف ليفربول التعادل النهارده؟
الكرة عدت عرضية عادية جدا من روبرتسون، طبيعي ان اول مدافع هيشتتها، ولكن عدت دخلت جول. الهدف ده هو اللي كسر الحتة النفسية عند ليفربول، ان انا خلاص انا سجلت في مانشستر يونايتد، فحاليا انا بقت ليا الايد العليا. وقتها كان ممكن جدا ليفربول يسجل الهدف الثاني في الخمس دقائق بس اللي فاضلين دول. لو كان الهدف ده جه بدري شوية كان ممكن ليفربول يضغط بشكل اقوى ويسجل الهدف الثاني. ف اعتقد هي الماتش ده لو في انفيلد مثلا كان ممكن يبقى برضو السيناريو بتاعه مختلف، حتى في غياب صلاح. صلاح لاعب مهم جدا زي ما انت قلت، ان هو بيبقى الثلاثه مع بعض كده ركشه واحده، باكج واحد كده، صلاح ماني وفيرمينو، غياب واحد فيهم بيخلي المعادله تتضرر. ولكن زي ما قلت لك العامل الاكبر ان المنافس هو مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. طيب بص، محمد الخولي بيقول شايف ان مشكله ليفربول الرئيسيه في النوع ده من الماتشات وضد الخصوم اللي بتتكتل دفاعيا هي غياب صانع الالعاب الكرياتيف زي ما كان بيعمل كوتينيو، والنهارده اوريجي كان توظيفه غلط في الملعب. اعتقد لو صلاح كان موجود برضو ليفربول ما كانش هيلاقي حلول لاختراق الدفاع. طيب دي نقطه تانية، ليه فينالدو مع منتخب هولندا بيبقى كريستيانو رونالدو، وفينالدو مع ليفربول بيبقى صانع العاب تقليدي للغايه؟ علشان فينالدوم مع منتخب هولندا بيبقى واخد تعليماته في الملعب ان هو يتقدم ويخش منطقه الجزاء، يبقى مهاجم ثالث جنب رايم بابل وجنب ممفيس ديباي. انما انت لو انما انت مع ليفربول موجود اوريدي الثلاثي الامامي اللي هو محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وساديو ماني. ففينالدوم بيبقى مهمته ان هو يبقى في وسط الملعب وينقل الكوره من ورا لقدام. هل بقى فينالدوم المخ النظيف ان هو يقدر يعمل كده؟ لا، ولا هو ولا اي واحد في خط وسط ليفربول اللعيب اللي هو ايه الكرياتور اللي هو يقدر ان هو يعمل لعبه مبتكره، كلهم مؤديين. ليه فينالدوم ما لعبش مكان صلاح؟ لا، ما هو برده نفس الفكره، كان هيبقى زيه زي ديفوك اوريجي. ما هو يعني مش هو كانت محتاجه اما شاكيري يا اما اضعف الايمان كان يبقى تشامبرلين هو اللي هيقدر يجري. نتكلم دلوقتي في غياب شاكيري، خلاص شاكيري مصاب، يبقى تشامبرلين هو تشامبرلين هو الوحيد اللي حقيقي مش هيبقى احسن حاجه. هو تشامبرلين دلوقتي لياقته البدنيه تسمح ان هو يلعب 90 دقيقه؟ ما هو انت مش انت محطوط في ظرف انت مش بتختاره. ما هو بس برضو انت لازم تخاف على لعيبه من الاصابه. بس هو خلاص هو راجع بقاله فتره. اولا تشامبرلين بيلعب من نهايه الموسم اللي فات، فهو عامل فتره اعداد بشكل جيد جدا. احنا ما جربناهوش يلعب 90 دقيقه باداء بمستوى ثابت، لكن مفترض ان هو واخد نفس الحصص التدريبيه زي بقيه اللاعبين. ولكن تشامبرلين مش الحل الامثل، بس اعتقد ان هو كان هيبقى افضل حل في حدود المتاحه لان في غياب صلاح وغياب شاكيري كتشامبرلين هو الحل المناسب. يا اما بقى ان انت تغير طريقتك تماما بدل ما تلعب 4-3-3، وساعتها كان مش هتبقى برضو احسن حاجه ان انت فجاه تغير طريقه لعبك قدام مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. يعني طيب بص، عمر عبد الكريم بيقول مانشستر يونايتد وايفرتون دايما ليفربول بيعاني قدامه. طيب السؤال ده مهم في ايه؟ ان ايفرتون هو الرايفل بتاع ليفربول، ومانشستر يونايتد هو يعني مش رايفل في نفس المدينه بس الرايفل بقى على مستوى انجلترا ليفربول. هل ده سببه شخصيه في ليفربول؟ حتى مع يعني مع المستوى الكبير في الشخصيه اللي وصل ليها الفريق مع يورجن كلوب. هو طبيعي ان اكتر فريق بيبقى حريص ان هو ما يخسرش منك هو الرايفل بتاعك. فمثلا ممكن تلاقي برشلونه بيكتسح كل الفرق ويجي قدام اسبانيول احيانا بيبقى الماتش اللي هو اصعب ماتش وساعات بيكسبوا 5-6. نفس اللي بيحصل برده ليفربول احيانا ممكن يكسب ايفرتون في انفيلد 3-4 عادي جدا، وساعات تلاقي الماتش معقرب ويخلص 1. بس هو في كل الماتشات بيبقى ايفرتون مانشستر يونايتد هما احرص فريقين على عدم الخساره من مانشستر يونايتد. مش بس كده، بس دي حسابات ديربي. مش بس كده، احرص الفرق وفي نفس الوقت ما عندهمش الاسلحه اللي هما يهاجموك فبيتكتلوا ورا. يعني مانشستر سيتي اكيد عنده نفس الحرص ان هو ما يخسرش من ليفربول، بس عنده الاسلحه ان هو يهاجم ليفربول. فانت اي فريق بيهاجم ليفربول بيديله المساحات اللي تخلي الثلاثه اللي قدام يقدروا ان هم يستغلوا. بس هو كده حاجه، ليفربول في ماتشات مانشستر سيتي بيلعب احسن بكتير من ماتشات مانشستر يونايتد. عشان كده ده تكمله لكلامي ان هو مانشستر سيتي لما بيهاجم ليفربول انت مش مانشستر سيتي كده. بس مانشستر سيتي مش فريق عايز ما يخسرش. فكره التكتل الدفاعي بس النهارده يونايتد ما نقدرش نقول ان هو لعب ماتش دفاعي. لا، مانشستر يونايتد عنده كان بيلعب ماتش دفاعي وبالدرجة الاولى ان انت موقف اسلحه ليفربول كلها، بس في ظل عجز ليفربول ان انت وصل. ده بسبب الخطه، يعني بسبب اللعب بثلاث مدافعين، مش بسبب التكتل. يعني انا مش دايما بشوف ان اللي بيلعب 3-5-2 مثلا بيدافع. او بيلعب مشتقاتها بيبقى بيدافع. بالعكس يعني ساعات بتدي له كثافه هجوميه اكتر على الجناحين، وده شفناه النهارده في وجود دانيال جونز وفي وجود أشلي يونج وراه. فكان دانيال جونز مش مطلوب منه ان هو يرجع يدافع
وبصراحه يعني دانيال جونز كنت تلاقيه على اليمين وكنت تلاقيه على الشمال. الراجل بصراحه يعني عمل تقريبا افضل ماتش ليه الموسم ده وسط ما كان فيه يعني جمهور مانشستر يونايتد كان يعني بيقارن ما بينه وما بين الصغيرين بتوع تشيلسي تحديدا. افضل لاعب في مانشستر يونايتد السنه دي ودانيال جيمس هو اللي جايب لهم يعني هداف الفريق اعتقد في الدوري، وهو كل ماتش بيبقى مصدر الخطوره. بس هو السؤال يعني ايه ماتش دفاعي؟ يعني ان انا اقف ورا وابقى متلقي بس للهجمات؟ لا طبعا، ده كده ماتش فاشل مش ماتش دفاعي. يعني ده شبه طريق جوزيه. انت كده ماتش فاشل مش ماتش دفاعي، ان انت تبقى متلقي بس. انما الماتش الدفاعي اللي انا بقصده ان انت تكون قافل كويس قوي ورا، مامن كل حاجه ورا، قافل اللي هو الحلول على اللي قدامك، وفي نفس الوقت تبادله الهجمات علشان تحسسه دايما بالخطوره ان انت ما تقدرش تتقدم بكل طيب خطوطك، والا هتبقى معرض لهلا. السؤال ده حلو قوي من عبد الرحمن محمد، بيقول هل ليفربول محتاج صفقات اكتر احسن من كده في سوق الانتقالات الشتويه، ولا المجموعه اللي مع يورجن كلوب هتفرق وتجيب الدوري الانجليزي وتكمل المنافسه؟ هو السؤال هو مين متاح في فتره الانتقالات الشتويه؟ في يناير ما بتبقاش الفرصه ان انت قدامك سهله ان انت تجيب اي لاعب يفرق. دايما كلوب لما اتكلم برده في الصيف قال لك ايه؟ قال لك انا ماشي انا ممكن اجيب، بس عشان اجيب لازم يكون لاعب يكون هيحدث لي الفارق اكتر من اللي عندي. فمين ممكن دلوقتي فريقه لو هو لعب كويس جدا اللي هو هيبقى احسن من ال11 اللي موجودين في ليفربول وهيسيبه الفريق وهيسيبه ليفربول في يناير؟ اعتقد التدعيمات مش هتتم غير في الصيف، لكن في يناير ممكن تجيب مثلا لاعب يبقى باك اب، انما مش اللاعب اللي يحدث لك الفارق ويبقى خطوه لقدام في قائمه ليفربول. طيب شايف ده سؤال مني انا بقى، شايف ان التضحيه بستورج كانت غلط؟ لا طبعا، ستورج لاعب يعني فين يعني ستورج دلوقتي يعني أصلاً. يعني قصدي اقول لا سيبك من فين ستورج دلوقتي، وستورج موقوف اصلا. تعال تعال يعني تعال نتفق ان ستورج مش المهاجم حتى كمان اللي انت تقدر تعتمد عليه بشكل اساسي، بس في ماتشات زي دي كان بيفرق. يعني مثلا تفتكر ماتش تشيلسي هو بس هو الماتش ده مش هتجيله تاني، بس في النهايه هو باكو. انت دلوقتي بتتكلم ان الفرقه ممكن تكون محتاجه باكو. لما فيرمينو كان غاب فتره طويله بسبب الاصابه كان اوريجي وستورج الاثنين بيبدلوا مع بعض. النهارده في ماتش زي ده لما اوريجي نزل وما قدمش الافضل اداء، كان ممكن ستورج يبقى له النهارده فرصه، خصوصا لما انت كنت فاشل ان انت تقدر يعني تكسر التوغل الدفاعي بتاع مانشستر يونايتد. لا يعني انت ممكن تكون محق ان انت ليفربول محتاج مهاجم كمان يكون لسه صغير تستثمر فيه ان انت يقبل ان هو يلعب وقت قليل، وانت تستثمر فيه ان انت بتبقى مرحله تطوير عشان المستقبل ممكن يبقى هو الاساسي بعد ما بعد فيرمينو. انما ان انت تخيل لاعب زي ستورج عنده 28 ولا 28 سنه تقريبا او حاجه في الحدود دي يعني موجود علشان يبقى حل ثالث، لا هو هيقبل ولا انت هيبقى الحل الامثل بالنسبه لك، عشان هو مجرد حاليا ستورج بقى كل حلوله ايه؟ ان هو يوقف كوره ويشوطها من بره منطقه الجزاء، ممكن مره تيجي ممكن 10. لا، فمش ده الحل اللي هيكون الصح يعني لليفربول. اعتقد ستورج خلاص يعني مستواه قل قوي، كان في مرحله هو نجم ليفربول الاول مع لويس سواريز ايام بريندن روجرز، كان هو وكان قرب ان هو يجيب الدوري لليفربول، ولكن طبعا مع الاصابات الكتير جدا السنه اللي فاتت كانت طفره اصلا لستورج ان هو كمل الموسم من غير اصابات كتير، من غير ما يقعد شهرين ثلاثه مصاب. بس في سؤالين مرتبطين ببعض. السؤال الاول من عمرو ضيف بيسال بيقول ليه وسط ليفربول ما فيهوش لا مركزيه كمان، فبنحس ان لعيبه خط الوسط كلهم شبه بعض؟ جاوب على السؤال ده وبعد كده نقول السؤال. هو احنا يعتبر على فكره جاوبنا عليه من شويه، ان لعيبه ليفربول كلهم مؤديين، ما عندهمش اللاعب المبدع. ده كان موجود في كوتينيو عنده اللمسه الابداعيه. طيب اللي ده هو السؤال ده السؤال الثاني بقى. بما ان خلاص دخلت في حته كوتينيو، مين ده السؤال برضه عشان نقول اسمه، احمد مصطفى بيسال مين البديل اللي ممكن ليفربول يتعاقد معاه علشان يعوض غياب لاعب كرييتيف زي كوتينيو في نص الملعب؟ ده سؤال حلو جدا، بس دايما بس تخلي بالك برضو ان ده مش هيحصل في يناير زي ما انت متفقين. لا خلينا نتكلم بقى بشكل عام. بشكل عام مش هتجيبه في يناير وعندك انت المقدره ان انت تجيبه كليفربول الشرائيه والفريق اللي قدامك يوافق على كده. انا بشوف مثلا واحد زي روبن نيفيس. روبن نيفيس في وولفرهامبتون لاعب عنده اللمسه الحلوه اللي هو يقدر يوصلك ببينيه يخليك انت انا بحب روبن نيفيس جدا. فممكن واحد زي روبن كان ممكن مثلا برضه يعني خط وسط وولفرهامبتون. بس انا بحس ان روبن نيفيس برضه عنده مشكله في العقليه. يعني هو لما كان عليه العيون في الاول خالص قال لك انا لا مش هقدر العب دلوقتي دوري انجليزي، انا عايز اكمل مع فرقتي واصعد معاهم. وبعد كده بعد ما صعد معاهم ظهر بشكل كويس في الدوري الانجليزي ما سابش في وولفرهامبتون في الاخر. ف مش شرط يكون عقليه ايه مشكله. لا ما هو دي برضو عقليه في يعني الموضوع ده شبه ازاي عندنا في الدوري المصري في لعيبه ما تقدرش تلعب في الاهلي والزمالك، تلاقيها متالقه مع المقصه متالقه مع الجونه، وبعد كده لما تيجي تلعب في الاهلي وفي الزمالك ما بتظهرش. ف
دايما بيبقى الموضوع ده اكيد سبب طبعا انت غياب العقليه بتاعت اللاعب في نادي بس كبير. العقليه اللي انت بتتكلم عنها بتبقى الغلطه منهم وقتها ان هم وافقوا يروحوا الاهلي والزمالك وهم لسه مش جاهزين. انما ان انت توافق انك تستمر. يعني انا افتكر انا على حاجه هقول لك انا على مثال مثلا لاعب زي ما انا جبت الدوري المصري اسلام عيسى. اسلام عيسى كان متالق في النصر في الفتره دي كان الزمالك عايزه وكان المصري عايزه ودي هو قال انا لا لو رحت الزمالك دلوقتي انا هتحرق انا هروح المصري هبقى ممكن اكون نجم الفريق الاول واعمل مستوى كويس يخليني الاهلي والزمالك عايزيني. راح المصري كان فعلا نجم الفريق الاول راح بيراميدز بعدها ما راحش الاهلي ولا الزمالك. دخلنا في الكوره المحليه فكده انا مضطر اجاوب على اغلب الاسئله اللي الناس بتبعتها. ايه موقف ماتش الاهلي لحد دلوقتي؟ موقف ماتش الاهلي لحد دلوقتي ان الاهلي متمسك بيانه اللي بيعلن فيه رفض خوض اي مباراه قبل خوض مباراه القمه. اما الجونه فالجونه اعلن ان اتحاد الكره بعت له خطاب باقامه المباراه في موعدها يوم الاربعاء ان شاء الله ومن غير تاجيل. كمان اتحاد الكره اعلن عن اسم حكم المباراه فبالتالي الجونه ملتزم بقرار اتحاد الكره باقامه المباراه. الموقف دلوقتي ان الجونه ملتزم اتحاد الكره اعلن اقامه المباراه في موعدها يوم الاربعاء ضمن مباريات الجوله الخامسه. الاهلي لسه ما اصدرش بيان جديد بعد بيانه برفض خوض اي مباراه في الدوري الا بعد لعب مباراه القمه. يعني يبقى الوضع على ما هو عليه باستثناء ان الجونه اعلن التزامه بقرار اتحاد الكره في النهايه سواء كان اقامه المباراه او تاجيل. ده يعني بخصوص ان ناس كتيره قوي بتسال على الاهلي. فبما اننا خلاص دخلنا في المحليات فايه فخلينا اقول لكم الاجابه دي ونرجع بقى تاني نتكلم عن مانشستر يونايتد وليفربول. طيب يايا توري هو مسمي نفسه يايا توري بيسال الفرق الانجليزيه زي مانشستر يونايتد وتشيلسي وهو بيعتمدوا على لعيبه شباب هل دي سياسه في الانديه والانديه ما بقتش بتشتري زي الاول وليه؟ طيب هو تشيلسي عنده ظروف ان تشيلسي عنده عقوبه من الاتحاد الاوروبي بان هو ما يضمش صفقات جديده فبالتالي تشيلسي كان بيمشي منه لعيبه بس مش بيقدر يعوضها. يعني على سبيل المثال يعني وليس على الحصر ديفيد لويز راح ارسنال من تشيلسي وتشيلسي ما تعاقدش مع مدافع. بوليزيتش اللي انضم لتشيلسي الصيف ده هو فعليا الصفقه تمت في يناير اللي فات لكن هو كمل فترته مع بروسيا دورتموند وانضم لتشيلسي في بدايه الموسم لكن تشيلسي ممنوع من التعاقد مع اي صفقات فبالتالي هم جابوا فرانك لامبرت علشان يبدا مشروع جديد مع النادي يعتمد على اللعيبه الصغيره في السن. فانت دلوقتي بتشوف ان تشيلسي معتمد على اللعيبه كلها او مش كلها طبعا اغلب اللعيبه دلوقتي المتالقه في الفرقه من اكاديميته بالاضافه للسكواد القديم بتاعه. لكن مانشستر يونايتد انا بصراحه رايي الشخصي ان اداره مانشستر يونايتد عندها مشكله كبيره ان هي مش عارفه هي عايزه تعمل ايه. ليه مش عارفه هي عايزه تعمل ايه؟ لان الطبيعي ان كل مدرب ليه بلان ليه خطه ليه فكر عايز ينفذه. فانت بتتعاقد مع جوزيه مورينيو، جوزيه مورينيو ممكن يطلب هاري ماجواير، انت ما تضمش هاري ماجواير في فتره جوزيه مورينيو، جوزيه مورينيو يحقق نتائج وحشه فتمشيه فتجيب سولشاير فتتعاقد لسولشاير مع هاري ماجواير اللي ممكن يكون اصلا مش طلب من سولشاير. فانت بتجيب لعيبه طالبها مدرب لمدرب تاني فالنتائج ما بتبقاش احسن حاجه لان كل مدرب ليه فكره وكل مدرب ليه طريقه لعبه. كمان انت بتمشي في الصيف اللي فات لوكاكو وسانشيز ومش بتعوضهم فالنهارده بتلعب راشفورد وما عندكش ليه بديل ما عندكش ليه احتياطي فبيبقى في مشكله في هجوم الفرقه. فبالتالي انت دلوقتي كاداره مانشستر يونايتد لازم ان هي تشوف سولشاير ايه احتياجاته سواء بقى دفاع سواء بقى هجوم بس سولشاير هو اللي يحط مشروعه. وطبعا ده مش هيحصل غير لو سولشاير فعليا لو مدام هم قرروا. انا بصراحه ما كنتش مع ده ما كنتش مع ان عقده المؤقت يتحول لدائم لكن مدام انت خلاص خدت القرار ان انت تعتمد على سولشاير فالطبيعي ان انت تعمل له خطه مثلا تمتد لثلاث اربع سنين. ده شفناه في ليفربول مع يورجن كلوب. يورجن كلوب ما خدش الدوري من اول موسم ما خدش دوري الابطال من اول موسم بس كان في خطه فضل قاعد يبني عليها يحسن هجومه يحسن خط الوسط يحسن الدفاع يحسن حراسه المرمى لحد ما بقى ليفربول دلوقتي. جوارديولا في اول موسم ليه مع مانشستر سيتي صعد دوري الابطال بالعافيه وكان محل سخريه من جماهير الانديه الانجليزيه. دلوقتي مانشستر سيتي احنا شايفينه عامل ازاي. فمانشستر يونايتد يفتقد الحته دي. ايه رايك في الكلام ده يا فوزي؟ انا متفق طبعا بشكل كبير. وفي كمان مشكله تانية ان هو حاليا الدوري الانجليزي بقى زي برشلونه وريال مدريد كده في الدوري الاسباني من فتره كان بقى ليفربول ومانشستر سيتي. ف
كونك لما تقل يعني منافستك على الالقاب ده كمان بيقلل جوده اللاعبين اللي بيرضوا ان هم يجوا لك. يعني مانشستر يونايتد حاليا لو عرض على لاعب كبير علشان ما يعتمدش على اللاعبين الشبان، والسؤال كان الاول ايه هو، ان انت ليه الانديه الانجليزيه بتعتمد على اللعيبه الشبان؟ تعال ندرسها حاله حاله. ارسنال مانشستر يونايتد لو عرضوا على لاعب كبير حاليا عشان بقى تجيب لاعب يكون نجم في فريقه، قال له انا عايزك تجي لي، هيفضله هو ولا هيفضل ليفربول ومانشستر سيتي او برشلونه وريال مدريد او يوفنتوس مثلا؟ اكيد هيفضل الفريق اللي هو فرصته اكبر في المنافسه على الالقاب، سواء الدوري المحلي او دوري ابطال اوروبا. فده طيب لو حتى ما فضلش، لو وافق نادي مش هيوافق ان هو يديهولك غير بسعر غالي جدا لانه عارف انك محتاج، فاهم؟ فده برضو بيخليك ان انت تدفع اكتر. طب ما ايه الحل الاسهل؟ ان انا اطلع لاعب صغير واجرب، يمكن بدل ما ادفع كتير استثمر في كتير. يعني ارسنال جايب نيكولاس بيبي بكام؟ اغلى صفقه في تاريخهم بحاجه و80 مليون، ومع ذلك لسه ما عملش حاجه، رغم ان نيكولاس بيبي هل قيمته تساوي حاجه و80 مليون؟ ما اعتقدش انه يوصل للمرحله دي حاليا دلوقتي. لا طبعا، يعني حاليا دلوقتي لا، هو مفروض ان ارسنال باصص على اساس ان هو استثمار للمستقبل. ما هو انت جايبه بالسعر الحالي. انا بتكلم لا مش ان ارسنال يبيعه دلوقتي بحاجه 80 مليون، انا بتكلم اللي قدمه هو مع فريقه كان يخليه يستحق ان ارسنال يجيبه بحاجه 80 مليون. خد بالك برده كان في منافسه من برشلونه، وكان في منافسه مش منافسه من برشلونه قد ما ارسنال هو عارف انك محتاج الفريق. لا يعني انا عارف ان انت جاي لي وانت ما قدامكش غيري، انا هتاخد نيكولاس بيبي بالسعر اللي انا اقوله لك. فهو ده النقطه اللي بيقع فيها الفرق، ان انت تبقى كبير وعايز ترجع تاني وفجاه تلاقي الفريق بتاعك وقع خالص ومحتاج تحسنه، التاني اللي بتشتري منه هيقول لك لا لازم تدفع شخلل علشان تعدي من الاخر. طيب خالد رضا بيقول مع اي طريقه لعب يا امير ممكن اختراقها؟ ليه من وجهه نظرك ليفربول مش بيعرف يخترق تكتل مانشستر يونايتد؟ طيب بص يا خالد، هو فعليا الماتش ده انا بعتبر ان ليه ظروفه. يعني النهارده سولشاير بصراحه ابتدى بتشكيل مناسب جدا لمواجهه ليفربول، يعني اللعب الثلاثه في خط الظهر، وبصراحه مع غياب صلاح اللي تاثيره واضح جدا للناس بفضل سرعته وفضل التفاهم اللي ما بينه وما بين ماني وفيرمينو في اللامركزيه اللي بيعملوها، ده صعب جدا ان انت تقتل التكتل الدفاعي لمانشستر يونايتد. يعني لعيبه مدافعين مانشستر يونايتد فعليا فضلوا ملتزمين باماكنهم لان مفيش حركه، فيرمينو ثابت في مكانه، ماني على الجناح الشمال، والجناح اليمين بصراحه كان ميت في غياب محمد صلاح حتى مع مشاركه تشامبرلين يعني في الشوط الثاني. لكن اعتقد ان كان ممكن يبقى الاداء مختلف وجود صلاح. شاكيري انا بشوف ان شاكيري هو البديل الانسب لمحمد صلاح، بس هو كان مصاب فما كانش موجود، واعتقد انه حتى لو كان موجود ما كانش يورجن كلوب هيديله المباراه بشكل اساسي. فيعني انا بعتبر ان ماتش النهارده مش دليل على ان ليفربول هيفضل يعاني دايما قدام مانشستر يونايتد. انا متفق مع فوزي ان في اسباب نفسيه، ان انت بتلعب ضد الرايفل بتاعك على ملعبه اولد ترافورد ومش بتحقق نتائج دايما هناك نتائج كويسه، فالوضع فعلا بيبقى صعب. لكن التعادل انا شايف ان هو نتيجه كويسه جدا ليفربول في غياب صلاح، وبصراحه بعد فتره توقف دولي بتبقى دايما يعني ماني بيبقى راجع بقى من السنغال، وفيرمينو بيبقى راجع من البرازيل، ونابي كايتا بيبقى راجع من غينيا، وماتب بيبقى نابي كايتا راجع للحياه اصلا، هو كان يعني الموسم اللي فات غايب. انا بتكلم يعني بشكل عام ان ان ان, إن فتره توقف الدولي بتاثر دايما على الانديه الكبيره اللي ليها لعيبه في منتخبات بعيده. بس انا مش شايف النتيجه وحشه بصراحه. انا عن نفسي، انا عن نفسي كاتب تويته من الجوله اللي فاتت ان ليفربول اول ماتش هيخسر فيه نقط هيبقى ضد مانشستر يونايتد، فالتعادل خساره نقطتين احسن من خساره. عايز اقول لك ان بمناسبه عوده نابي كايتا، هو يعني الوحيد في خط وسط ليفربول القريب لكوتينيو اللي عنده عقل ممكن يعمل لك حاجه، بس محتاج ان هو ينسجم اكتر مع الفريق ويدخل في اجواء الدوري اصلا الانجليزي. ساعتها هيبقى فعلا هي دي اهم صفقه ليفربول، عشان السنه اللي فاتت يعتبر كان موسم بس استكشاف ليه في الدوري، محتاج ان هو يخش في الاجواء. لو السنه دي فعلا قدر ان هو يخش هتبقى هي دي صفقه كلوب الرابحه، واللي هو ما جابش صفقات علشانها. محمد صلاح سامي بيقول هل يورجن كلوب، على فكره احنا جاوبنا على السؤال ده بس برضو خلينا نقوله علشان الراجل لو ما كانش متابع معانا اللايف من اوله، هل يورجن كلوب هيكمل اللعيبه بالدوري اللي معاه، خصوصا ان الموسم لسه طويل واكيد هيحصل عنده معظم لعيب الفريق اجهاد من المباريات نفس الموسم اللي فات، ولا ممكن يكون محتاج صفقات خصوصا يقدر يعملها في موسم الانتقالات الشتويه؟ انت كنت جاوبت على السؤال ده وقلت ان هيبقى صعب في موسم الانتقالات الشتويه.
حسام ابو موسى بيقول ليه كلوب مصمم على هندرسون اقل لاعب في ليفربول، ولو كان ابتدى كلوب بالتشكيل اللي انهى بيه المباراه كان هيفوز بشكل كبير. تتفق معاه؟ مش نفس التشكيل يعني. ادم لالانا انا عايز اقول لك الحاج جاب النهارده هدف تاريخي ليه، هل ده هيشفع ليه ان هو ادم لالانا رجع لمستواه وان هو هيكمل؟ لا، ادم لالانا هيكون اول الراحلين عن ليفربول في نهايه الموسم. مش معنى هو ربنا وفقه النهارده وجاب جون ان هو لا، هو اللي بيحدث الفارق. فهو لو كان بس تبديل واحد زي ما قلت تشامبرلين كان ممكن يبدا مكان اوريجي، انما غير كده ما عندكش انت تشكيل افضل من اللي بدا لليفربول في ظل غياب صلاح وطبعا شاكيري. مش مينا محب بيقول في رايي ان ليفربول مش هيقدر يكمل بنفس المستوى عشان مفيش دقه قويه، انت ايه رايك؟ بص يا مينا، هو احنا كنا اتكلمنا عن موضوع الدكه دي، ان دكه مانشستر سيتي اقوى بكتير من ليفربول، عليها خيارات هجوميه كتير، والاهم من كده ان الروتيشن اللي بيحصل في مانشستر سيتي ما بيغيرش من سيستم الفريق وطريقه لعبه، لكن الروتيشن اللي بيحصل في ليفربول بيغير من طريقه لعب الفريق. لما بيغيب صلاح او ماني او فيرمينو بيشارك اوريجا او بيشارك شاكيري او بيشارك اي حد ايا كان، اللامركزيه اللي بيعتمد عليها يورجن كلوب في اغلب مباريات الموسم بتروح وبتختفي. انا عايز اقول على حاجه مهمه هنا بس لما تخلص الاول، بس لا قول بقى خلاص. في هنا برضو ده سؤال مهم جدا، مش عارف مينا محب بيقول ان هو هل ليفربول هيقدر يستمر ولا لا. هي دي تحديدا النقطه النفسيه اللي انا بتكلم عنها، هو ده الارث، هستخدم لفظ لمورينيو كان مستخدمه في المؤتمر الصحفي التاريخي بتاعه، الارث اللي اخده يورجن كلوب لليفربول وبيحاول ان هو يغيره. ليفربول كسبان 8 ماتشات متتاليه في الدوري بدأ ده تاريخيه، ومع اول تعادل مع الرايفل بتاعه في ملعبه بدات الناس تشكك هل هيقدر يستمر ولا لا، في حين ان مانشستر سيتي فارق بينه وبين الاول 6 نقاط دلوقتي بعد 9 جولات بس، وعنده غيابات كتير في الدفاع وفي خط الوسط، ومع ذلك بعض الناس لسه حطاه هو المرشح الاول للدوري، مش علشان مانشستر سيتي اقوى دلوقتي، ولكن علشان تاريخيا او نفسيا عارفين ان ليفربول ممكن يقع بسبب التعثر ده. هو ده نفس النقطه اللي انا بتكلم عنها بقى بالظبط كده. ما هو بقى انا مش بقول ان الناس غلطانه، لكن بقول ان هو ده تحديدا الشخصيه اللي يورجن كلوب رويدا بيحاول ان هو يغيرها في ليفربول. ليفربول لو حقق الدوري مره واحده بس بعد كده هيفضل دايما هو المرشح الاول مع يورجن كلوب ان هو يفوز باللقب، وهيبقى الناس بعد كده مع اول تعثر مش هتقدر تقول لك ان هو ايه ده محتاج تدعيمات، ده مش هيقدر يكمل الكلام اللي هو بيتقال عليه دلوقتي، لان مانشستر سيتي ودي شايفينه اهو عنده شخصيه الفوز بالدوري، رغم ان هو طبعا تاريخيا ليفربول فوق مانشستر سيتي 100 مره تاريخ، ولكن في الوقت الحالي في الفتره الاخيره معروف ان مانشستر سيتي عنده شخصيه الفوز بالدوري اكتر من اي فريق انجليزي تاني. طيب زياد عزت بيقول ليه كلوب ما بيلعبش بشاكيري ونبي كايتا مع انهم كانوا يقدروا يعوضوا غياب صلاح؟ شاكيري مصاب، نبي كايتا لسه راجع من الاصابه، كان صعب جدا يبدا بيه النهارده، بس كويس انه شارك نبي كايتا، وجوده مهم جدا في خط وسط ليفربول، لانه بصراحه انا بحس ان هو الوحيد المختلف عن باقي لاعبي ليفربول. اعتقد كمان تشامبرلين في اوقات كتيره جدا كان بيقدر يعمل حته صنع الالعاب دي بالظبط، مع يعني لسه محتاجين نشوفه بعد عودته من الاصابه هل هيقدر يقدم نفس المجهود ونفس المستوى اللي كان بيقدمه في خط وسط ليفربول، ولو مش قادر هل ممكن يكون بديل لنبي كايتا اللي بيتصاب كتير. يعني اعتقد ان دي الميزه الوحيده او الاختلاف الوحيد في خط وسط ليفربول اللي فيه تشابهات كتيره جدا. في ايه كمان؟ مصطفى ايمن بيقول برايك ايه الصفقات اللي ممكن تفرق مع ليفربول مش في الشتاء؟ احنا خلاص اتفقنا ان غالبا مش هتحصل صفقات في الشتاء، بس انا رايي الشخصي اعتقد ان ليفربول محتاج صانع العاب ومهاجم. انت ايه رايك يا فوزي؟ انا طبعا ليفربول محتاج اولا باك يمين اسام بديل لارنولد، لان مفيش خلاص ناسان كلاين مشي، وجوميز اثبت كذا مره ان هو لما بيلعب في المكان ده مش بيبقى كويس. محتاج باك شمال لروبرتسون علشان الباك الشمال جيمس ميلنر البديل حاليا. محتاج كمان بقى دلائل اللي هي الرفاهيات، انما الاساسيات محتاج خط ولاعب خط وسط زي ما انت قلت صانع العاب يكون بيحدث الفارق في مشاركته، يكون اساسي يلعب واحد يكون احسن من 11 الموجودين يبقى اساسي علشان يقدر يوصل الثلاثي اللي قدام، ده الاهم حاجه. محتاج مهاجم بديل كمان يكون مستوى اعلى من اوريجي بس اقل شويه من فيرمينو عشان يرضى يكون بديل لفيرمينو. فكل دي احتياجات ليفربول محتاجها طبعا، ومحتاج يكون بديل كويس لساديو ماني. ليفربول محتاج كتير، ولكن في اساسيات محتاجها بشكل عاجل اللي هي صانع الالعاب، وحاجات تانية تقدر تتاجل لقدام شويه. طيب هم اتبقى سؤالين، انا هجاوب سؤال وانت تجاوب سؤال. اتفضل. ماشي، جاوب سؤالين لو عايز. السؤال الليج بقى، كابتن، هو بناء على ايه ليفربول جدد عقد ماتب؟ ده عشوائي جدا.
جوال ماتب من وقت غياب اصابه جوميز الموسم الماضي اخذ كام ماتش كده مهزوز، ولكن لحد الماتش النهارده جوال ماتب يعتبر افضل صفقه لليفربول، مش افضل صفقه جايه لا، هو حتى يورجن كلوب لحد ما راشفورد ضحك عليه النهارده عادي وبتحصل على فكره يعني. بس هو طبعا ماتب انا متوقع اصلا كمان مستوى ينزل الفتره اللي جايه بعد ما جدد العقد، ده ممكن يحصل جدا، ولكن فعلا جوال ماتب مستواه يعني انا عن نفسي بيفاجئني ان هو كان متالق جدا من الموسم الماضي، من ساعه لما ركب على جوي جوميز بعد الاصابه اخذ فتره كده تذبذب، ولكن بعدها مستوى ثابت لحد النهارده بيفاجئ كل الناس ان هو مش متوقعين منه انت ايه ده انت احنا كنا عايزين نمشيك، ولكن مع ذلك مستوى ثابت. ولكن انا عن نفسي انا بشوف ان هو مع اول كام غلطه لماتيب وجوميز يلعب جوميز احسن كتير، وجوميز هيستحق ان هو يكون عنده موجود في التشكيل الاساسي، بس ماتب يكون بديل افضل مثلا من لوفرين اللي كل مره بيشارك فيها بيعمل كارثه وبيثبت لك ان هو ما ينفعش يكون موجود بعد كده. طيب السؤال بقى اللي انا هجاوب عليه، بس هو في اسئله لسه بتيجي فاحنا ممكن يعني لحد ما الناس ناخد من تحت شويه بالظبط. ناخد من تحت شويه يا جماعه زي ما كابتن مدحت شلبي دايما بيقول. محمد صلاح سامي بيسال بيقول هل مانشستر يونايتد محتاج صفقات؟ ومن وجهه نظرك هل هيكون في فريق بطل في الدوري الموسم ده غير ليفربول ومانشستر سيتي؟ طيب بص يا محمد، هو مانشستر يونايتد محتاج فريق مش محتاج صفقات، فهو هيجيب صفقات في الشتاء، واعتقد ان خلاص يعني اداره مانشستر يونايتد اعلنت ده بشكل صحيح، هم عايزين حوالي 6 صفقات كمجمل قبل بدايه الموسم الجديد. في الشتاء اعتقد ممكن يبقى فيه صفقتين، اعتقد ان لازم يبقى فيه منهم مهاجم، لازم الحقيقه، علشان بالشكل ده الفريق حتى ممكن ما يبقاش قادر يصعد حتى للدوري الاوروبي. الفريق بيعاني الحقيقه، يعني بعيدا عن ماتش النهارده وان الماتش ده حماسي ورايفل واولد ترافورد كان مليان بمشجعين مانشستر يونايتد، لكن مانشستر يونايتد بيعاني ضد كريستال بالاس وبيعاني ضد ايفرتون وبيعاني ضد اسماء من المفترض ان هي تبقى فرق يعني انت بتواجهها وضامن الثلاث نقط. فمانشستر يونايتد طبعا محتاج صفقتين في الشتاء، هتبقى اعتقد واحده منهم مهاجم، مش عارف ليه هاري ماجواير اغلى مدافع في العالم بس هو اللي حصل يعني، بس اكيد هم محتاجين مهاجم. بالنسبه للسؤال ليفر ولا سيتي هيسيطروا على الدوري، ليفر وسيتي في ليفل تاني خالص، يعني لما نيجي نتكلم عن المنافسه تشيلسي مش هدفه المنافسه، ارسنال بعيد عن المستوى ده تماما، لسه خطته مع اوناي ايمري واحده يعني، ودينا شايفين مانشستر يونايتد وتوتنهام يعني ربنا يكون في عونهم، هما كان لازم يمشوا بوكتين او كان لازم بوكتين هو اللي يمشي قبل بدايه الموسم وبعد ما وصل خلاص معاهم للبيك والفاينل بتاع دوري الابطال، لكن ليفربول ومانشستر سيتي في مستوى تاني خالص يا معلم، انسى تماما لو انت بتشجع فريق تاني في انجلترا ان حد يقرب منهم دلوقتي. عارف بقى قبل نخش في الاسئله الثانيه، ليه هاري ماجواير اغلى مدافع في العالم؟ عشان النقطه اللي كنت بقولها لك من شويه، ان هو انت كمانشستر يونايتد فريق متضحضر بالحياه في الفتره دي، هتروح لليستر سيتي عايز مدافع هيقول لك لا شخلل، لو ادفع اكتر من قيمته السوق الحقيقيه بكتير عشان انت محتاج. طيب بص خلينا نشوف الاسئله المش مكرره يا جماعه، يعني احنا هنقرا الاسئله المش مكرره. جيو محمد بيسأل سبب تراجع مستوى ماني في المباراة، هو زي ما قلنا ان هو غياب صلاح اثر على المنظومة كلها بتاعت الثلاثة اللي قدام، ان كان ماني او فيرمينو او صلاح. يمكن الناس بتقولك صلاح وماني ما بيبصوش لبعض، لكن وجودهم مع بعض بيكون ضروري جدا، لان هم الثلاثة بيخلوا المدافعين كلهم مشغولين بيهم هم الثلاثة، انما في وجود جناح مكسور انت خلاص انت مشغولين بماني وفيرمينو مش عارفين حتى يبدلوا مراكزهم مع بعض زي عمليه التبادل اللي بتحصل بين الثلاثه، لان ماني هيروح يمين ازاي واوريجي متسمر في الناحيه اليمين ما بيخشش في النص، فهو ده اللي خلى ساديو ماني طبعا مستواه تراجع، هو كل المنظومه الهجوميه كلها كانت متراجعه. طيب في سؤال تاني من عايز بس اقرا الاسم، محمود شيتوس بيقول هل نتيجه مباراه ليفربول ومانشستر سيتي هيكون ليها دور في الفوز بالدوري؟ مانشستر نتيجه مباراه مين؟ ليفربول ومانشستر سيتي طبعا طبعا طبعا، يعني مباراه قربت واثنين بيتنافسوا على اللقب، ماتشهم مع بعض هيفرق طبعا في مشوار اللقب، يا اما يوسع الفرق يا اما يقلل الفرق ويحط عبء نفسي عليك اكتر فتقع تاني زي ما حصل السنه اللي فاتت في الدور التاني، فاكيد طبعا اي اثنين متنافسين مع بعض على اللقب لما بيلعبوا مع بعض نتيجتهم بتكون مؤثره. بس هو بقيه الاسئله اعتقد احنا جاوبنا عليها، اسئله عن تأثير غياب صلاح، أسئلة عن دكة ليفربول،
فالفيديو يا جماعه بعد ما هنخلص اللايف هينزل على صفحه في الجول تقدروا تتفرجوا عليه. يعني اللي سأل سؤال وجه اللايف متاخر يقدر يتفرج على الفيديو هيلاقي اجابه.